انا كنت سبتها من شويه، اللي هي الريد اي تول. الريد اي موجوده مع الهيلينج براش هنا، اوكي. الريد اي بتشتغل بطريقه اوتوماتيكيه شويه، والاوبشنز اللي موجوده فوق ما بتاثرش قوي يعني، بس هما بيبقوا 50% 50%. اول واحد فيهم اللي هو البيوبل سايز، اللي هو حجم العين نفسها. والجزء الثاني اللي هو داركن اماونت، هغمق قد ايه. عشان نشتغل عليها انا هاخد الزوم تول شويه وهكبر الجزء ده، تمام. اوكي، عندنا اهي عين حمراء واضحه تماما. طبعا عين البنت اصلا مش حمراء، الفلاش والكاميرا الديجيتال بيطلعوا الافكت ده. هاخد الريد اي وهروح عليها في نصها بالظبط، هعمل كليك. اوكي، نص التاني هعمل كليك. اوكي، الصورة دي صغيرة والريزولوشن بتاعها صغير، فبمجرد ما هصغر تاني هترجع، يعني انت ممكن ما تكونش شايف الافكت كويس وشايف ان في درجات احمر هنا وفي نقط بيضة في النص، لكن بمجرد ما هصغر الصورة للحجم الطبيعي بتاعها كده، اوكي، هترجع الصورة كويس. اوكي، الحالة اللي تحت حالة اوضح شوية، لان التركيز الفوكس كان بتاع الصورة على العين واضح قوي. انا هكليك على اللير اللي هي رقمها لير واحد، اللي هي فيها الجزء اللي تحت ده بس، وهاجي بالريد اي وهاجي في نص العين، هكليك عليها. اوكي، هكليك عليها. اوكي، كده اتصلحت، بقت كويسة جدا. هنكمل بقى مع حاجة تانية كنا شرحناها برضو الدرس اللي فات، او اتكلمنا عنها بايجاز كده الدرس اللي فات، اللي هي الهيستوري باليت. الهيستوري باليت موجودة فوق، احنا شفناها كذا مرة واشتغلنا عليها كذا مرة. انا ممكن ادراج الباليت كلها اطلعها بره، تمام، واصغر الباليت اللي فيها الاكشن. واقول لك الاتي، اول واحد احنا في الاستيت دي اللي هي بتاعت ريد اي، تمام، هكبر دي شويه بس عشان تقرا اللي موجود. ريد اي ريموفل تول، تمام. احنا دلوقتي اخر حاجه عملناها ايه؟ عملنا ريموفل للعين الحمراء. ولو احنا عدينا العدد دول اربعه، ادي واحد اتنين تلاته اربعه. ولو هتلاحظ ان هو ما حطليش الزوم، الزوم هو ما اعتبروش حركه، تمام، او ما اعتبروش حاجه ممكن يحطها جوه الهيستوري. لو رحت للستيت دي اللي هي الحاله الاولانيه خالص، يعني هنبتدي بعين البنت صغننه من هنا اللي هي الريد اي، تمام، هيرجعني للستيت دي تاني، وادي واحده اتصلحت وواحده لا، تمام. لو انا رحت للستيت دي وعملت دوست على الرمز اللي تحت ده اللي هو الكاميرا، تمام، هيعمل لي نيو سناب شوت، ادي سناب شوت، تمام. طب لو رحت عليه وقلت له نيو سناب شوت، هيطلع لي الاسم التاني اللي هو اختاره اللي هي رقم اتنين، فول دوكيمنت. لا يا عم، انا مش عايز الفول دوكيمنت، انا عايز الكرنت لاير. اوكي، ادي الكرنت لاير بس، البنت من غير الجزء اللي تحت، البنت لوحدها. يعني انا عملت سكرين شوت لدي بس، تمام، انا عملت سناب شوت لللاير دي بس. طيب لو انا رحت لللاير التانية اللي هي احنا عدلنا فيها العين التانية للجزء اللي تحت، الست اللي تحت، تمام، وقلت له اديني سناب شوت، برضو الاوبشن بتاعنا هيبقى موجود ان هو هيحط لي الدوكيمنت كلها مع بعض، تمام، رغم ان انا كنت شغال في اللاير اللي تحت. يعني انا ممكن اكليك عليه واقول له نيو سناب شوت واقول له الكرنت لاير، تمام. بس انا مش هعمل الكلام ده دلوقتي، انا هعمل حاجه تانية، انا هقول له نيو دوكيمنت، تمام.
هياخد الاسم اللي انا عليه ده، تمام، اللي هو اسم الاكشن اللي انا كنت شغال فيه او اللي انا عملته بالظبط، تمام، وهيعمل لي بيه نيو دوكيمنت. تمام، ادي الدوكيمنت الجديده. تمام، الدوكيمنت الجديده هو اخدها من الحاله الرابعه. تمام، فكل حاجه متصلحه فيها، هي تمام قوي. ولو هنلاحظ كمان ان هو عملها لي باللايرز بتوعها، يعني دي 3 لاير باك جراوند و2 لاير، ودي باك جراوند و2 لاير. تمام، ولو كنت مسمي اللايرز بتوعك باسامي مختلفه برضو كان هيسميهم لك باسامي مختلفه. تمام، هقفل الدوكيمنت دي وهقول له لا، اوكي، وهرجع تاني مع الهيستوري. الهيستوري غير ان هو بيسمح لك ان انت تحافظ على الدوكيمنت بتاعتك وتحافظ على الاكشنز اللي انت بتعملها او بتحافظ على التولز اللي انت بتستخدمها، عشان في حاجه تانية اسمها اكشنز. بيساعدك كمان في حاجه تانية. اول حاجه لو انا هكليك عليه، انا دلوقتي فين؟ انا في اخر حاله تحت، انا عند اخر حاجه انا عملتها. لو هدوس الت وكنترول وزد هيرجعني لورا باكورد. تمام، لو انا في النص انا هنا اوكي، وهروح على الهيستوري اوبشن، هيبقى متاح بالنسبه لي ان انا اتحرك لورا واتحرك لقدام في الاوبشنز بتوعي في الهيستوري بتاعي من غير ما افتح الهيستوري باليت. تمام، عن طريق كنترول شيفت وكنترول وزد او الت وكنترول وزد. تمام، اعتقد كده ممكن نبقى غطينا الهيستوري. مفيش غير حاجه واحده بس هقول لك عليها. الهيستوري بياخد 20 اكشن او بيسجل 20 حركه انت عملتها. في اوبشنز ثانيه موجوده بس مش هنتعرض لها دلوقتي. الجزء بتاع ال 20 دول لو هما مش عاجبينك، تمام، او انت حاسس ان انت ممكن ترجع اكتر من كده، انت ممكن تغيرهم من الاوبشنز بتاعت فوتوشوب. دلوقتي انا هاخد الهيستوري باليت كلها، تمام، هرجعها مكانها. هرجعها منين؟ كليك على امسكها من هنا وهاتها، تمام، ودخلها مع اختها. خد بالك لو اللاين اللي لونه لبني، لو الجروب كلها بقى لونها لبني يبقى هي هتخش معاه، لو اللاين اللبني ظهر ما بين الاتنين هي هتخش كواحده منفصله خالص زي دي. تمام، الهيستوري ممكن نغيرها منين او نزودها منين؟ من edit preferences general، يعني كنترول وكي. ده الكنترول بانل دي او الجزء ده بيسيبك تتحكم في كل حاجه في فوتوشوب، وحاليا ما بنصحكش ان انت تلعب فيه خالص، عشان لو عملت فيه حاجه فوتوشوب مش هيبقى زي ما انت اشتغلت عليه. احنا اتفقنا ان احنا بنشتغل على الديفولت سيتنجز من غير اي تغيير. تمام، برفورمانس، لو رحت على برفورمانس هتلاقي الهيستوري ستيت. تمام، انت ممكن تغيرهم تزودهم. تمام، يعني بمجرد ما بتكليك هنا وتبتدي تزود، مثلا هنخليهم 30. الموضوع ده مرتبط بالبرفورمانس بتاع المكنه بتاعتك، يعني لو الرامات بتاعتك قليله الموضوع ده هيغلس معاك او هيطلع مشاكل. حاجه ثانيه، كل ما هتزود الهيستوري كل ما الفايل سايز في الميموري ما هيكبر. ما احنا ما ننساش كمان ان البي اس دي او ملفات الفوتوشوب اصلا معموله عشان تبقى كبيره. احنا قبل كده قارنا ما بين ملفين الاثنين معمولين، واحد طلع 5 ميجا وواحد طلع 300 كي. اشوفك بقى الدرس الجاي مع حاجه تانيه.